السلام عليكم زول فلاوان، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، وان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم كامل بخير، ويكون نهاركم مهني وطيب بذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله. زول فلاك وانت في حداي، مرحبا شكون طالع شاني، ومرحبا قصدي دانان تجديدين، مرحبا قصدي لان جديد تزوالا كنت دينا عطاكم صحه سيس كنت تاليا سيس كنت تافونسيا ثاني ميرت كنت تستوي على كل خير كنت لا صح الفطور كنت كما قلت لكم خياتي صح فطوركم قبل ما ننسى. المهم بالنسبه للفيديو تاع اليوم خياتي راح يكون فيه طاوله تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله راح تعجبكم، كملوا الفيديو للاخير وتشوفوا كامل واش درنا هذا اليوم. بيان سور الطبله تاعنا تكون خفيفه، ومام الوصفات اللي راح نبارطاجيها معكم راح تكون خفيفه بالبزاف وبسيطه. المهم دركا راح نبدا لكم بوصفه تاع اللحم الحلو، بصح بدون لحم، صح اللحم الحلو مي بصح بدون لحم. هنا يا خيتي بديت نوري لكم كامل الفواكه الجافه اللي راح نسحقوها في هذه الوصفه، تتبع كامل في السوق، وراح تلقاو ايضا فواكه اخرى وجافه في السوق. المهم هنا يا خيتي كما تشوفوا درت كيلة تاع العينه، وكيلة تاع الزبيب، وكيلة تاع المشمش، وعود قرفه، وتاني كي عندنا كيلة تاع السكر وكيلة تاع الماء. هذا ما كان تقدروا تنقصوا من السكر والماء، تقدروا تنقصوا على خاطر شغل هنايا الكميه تاع الفواكه الجافه قليله شويه، مين نتوما تقدروا تنقصوا من الماء كما قلت لكم. كما قلت لكم هنايا الفواكه جافه كامل. الحاجه الاولى اللي راح نديروها هنايا كانت اختي في الدار، ومن بعد هي اللي بدات دير فيه، ومن بعد خلاتني وحدي وكملته كامل وحدي. هنا يا خيتي رانا درنا الكيلة تاع الماء، وزدنا تانيك الكيلة تاع السكر، وراح نزيدو تانيك مغرفة كبيرة تاع تاع مارغرين، والعود تاع القرفة راح نخليهم حتى يغلي، ونخليهم ببرا خمسة دقائق باش نسيدو الفواكه الجافة. لكن دينا هذا قلت حداي ثواق لا دو فيدور لقيني سلحم الحلو يا كي ما نام بلا اكسوم، بصح الحم الحلو مي بصح ولاش اكسوم. لقيت حداي قيس خدمه كل فاكهه يا كيني خدمه كل فاكهه كي تقورنت. الحاجه كنت مزوره السعير سعير زفيف، سعير دانت الفارقوق نيا فارشان، سعير دانت المشمش، كلشي قروك لي بيان سور تافمتو كي السوق واقيلنا غي تحانو تندى تروح نتا سي دافمت، اكو القرفة، اكو دانت الكيلا سكر، اكو الكيلا بومان. الحاجة هاكا مزوات خدمة تفطس كاسرون تاني خدمة غير داخل الكيلا ني بومان راني غاس الكيلا ني سكر، ومن بعد تجي خدمة ميوكزاكيون راني غاس القرفة ني راني غاس دانت تانجيتني المارغرين اتجم تا كدا ما يوزو واحد 5 دقايق ايوا كي نستعنو مزاف الفرقوقني افركين. كما قلت لكم خيتي هنايا راح نخلي الماء هذا يتغلى تري تري بيان مع الزبده، قيس 5 دقايق باش نزيدو العينه هذيك، ومن بعد راح نخليها تاني هذيك العينه تطيب في الماء قيس 5 دقايق باش نزيدو زبيب مع المشمش. هذه الوصفه خيتي بسيطه جدا وكمل فوالا لقيت حداي ثورا مي جا ما نوزين 5 دقايق اسانوغ الفرقوق كي فاش انا كي كنت الدنيا غاتي حداي زعما ما تفهمت انا ناس دا وانت تفاصو ماشي كان ديوت الفاكيه قال لنا الصغار وانت تسقي لا زعما ما تسخن داخل الكيني مي بصح كيني خدمه كان دغ سوا شنو نخدم الحمل الحلو اش حاجه يا كيني نخدم يس الفرقوق ديال المشمش وكو الزبيب داي كي كان لقيت دا انت مي جا الفرقوق ني 5 دقايق اسانوغ المشمش ني اكو زفيف ني اثناء نوك فيك بيان سور سير دو كل شغل كي سير دو مال المشمش ني مال الفرقوق ني اما زفيفاكي وبجه نتسير دمتو كلي. هنا يا خياتي كيما قلت لكم كي خليت هذاك البرقوق يتغلى بيان في الماء هذا خليتهم كيما قلت لكم خليتهم خمسة دقايق وزدت المشمش وزبيب تانيك. وبالنسبة للفواكه خياتي لازم تغسلوه على خاطر دي فوا يكون عندهم غبرة صافي لازم لي نغسلوه. دوكا راح نخليه يطيب بيان سور لازم نعسو على خاطر 10 دقايق راح يطيب، وانايا بالنسبة للحم الحلو نحبوه يكون لاصوص تاعو تكون ثقيلة. وهنا يا خياتي راني وليت لي تارتولات راح نشاركها معكم. هنا يا خياتي راح ندير برك لا كريم معكم. وبالنسبة لاباط تاع لي تارتولات ديجا درت
درتهم لليلة ومن بعد جمعتهم في الكونجيلاتور. دركا راح ندير برك لاكريم من الفوق، ولاكريم هذه خفيفة بالبزاف. راح ندير كيلة تاع ما حبيت نقول كيلة تاع حليب يكون بارد، وكيلة تاع بودات شونتي مع بواطة تاع الفلو. دركا راح ندرب لاكريم هذه مع الحليب مع الفلو حتى يطلعوا كامل. فوالا طريقة سهلة بالبزاف. شوفوا خياتي تيلمور نهار اليوم كنت عيانة بالبزاف وضربت كل شيء خفيف. لي طاخت هذه درت بارك لاكريم، ومام تانيك بالنسبة للفطور يما لي درتو درت الكسكس مع مشطوطة الماء تشهاه بابا. وبالنسبة للشربة عندنا شربة صافي راح نعاود هذيك بارك. هذا ما كان، ودرنا بارك اللحم الحلو ك ك كزيادة بارك. فوالا اكني كنت دينا دي كيتو هي سي حذايا لي طارتو لا تاغيني لا باتينيت خدمي سنتي دي ليلى بوخت انت دينك جمعه انت كونجيلاتور وزغا ما نعرف كنت دي جانا خطي ليسونسييل تو لا كينا كنت دي سيكي كلشي دي دوتا هي دوتا دا خفيفا دي ماكس بون تيلمو يا سيكي دي ماكس بون من سيم سكينت سكوس ماش سمونش تو سكوس مونش تو شافات لا نخت كان اللحم الحلوني خاصك كي سعرك تم ممكن نسميه اللحم الحلو صافي لاباط لي طارتولات نيتو با وكلش داين في توه كاع مازال كان لا كريم ماكيني. شو خدمه تاع حدايا لا كريم ماكيني خدمه ديس الكاس شونتيي اكل الكاس في كذا صمام اني اصبوط اني اصبوط تبوط الفلون كراميل الكوخ انت هنا كنا متي زعما انت ما تخمم متي الشوكولا استنوا مش تطح شوكولا تارتينيت فرا شحال تزيد انت استوت متي استوت فكنا مليح الا ما يريد كلي اسجم سوق في جدي هذه يسمي ضبي يعني قد يسمي تجد واحد سنه سوي يعني ها شو ناس ساعه غادي يسمي ضبي هذه طفو كيمانيس وكنا تخدموا سوفلا لي طارتني فهمتي. ومن بعد ما الديكور باه تبارطاجا انت كنت تولى مثل الديكور لا خفيفا كان يدخل ما هنا يا خياتي كما قلت لكم راح نضرب بيان بالباتور حتى تطلع. ومن بعد راح نخليها في الفريجيدير قص ساعه ولا زوج سوايع باش لاكريم هذه تشد بيان روحها. كما قلت لكم الا حبيتوا ديروا الفلون تاع شوكو زيدوا لها شويه من شوكولا تارتيني قص مغرفه كبيره ولا باش تخرج ريحة تاع شوكولا تختيني الداخل لطات وتخرج بنينة بالبزاف. المهم هنايا كما قلت لكم دركا راح نخليها في الفريجيدير قيس ساعة ولا ساعة ونص باش تشد روحها بيان وباش تاني كي نستخدم لابوشادوي راح تجيني سهلة بالبزاف. ومن بعد هنايا يما كنت نحي في لي مورسو تاع الدجاج فوق الطبسي هذا باش تدير الماشطو اللي طيبتها في الماء باش ديرها في المرقه. بالنسبه لهذه الوصفه تاع الكسكس بالماشطو ديجا بارطاجيتها معكم مش حال من خطره. على بالي راح تعي لو كان راح تفشلوا لو كان تشوفوا هذيك الوصفه مره اخرى في قناتي سي بور سا ما بارطاجيتهاش مره واحده اخرى. حبيت نوري لكم برك باللي رانا نطيبو في الكسكس مع الماشطو هذا ما كان. اكيد دينا هذه حدا يشوفونا تبارطاجي في كل نيضون زعما خدمة سكوس مونشتو زعما تطخم لا روسيت انا خاطر ضيوف كان لا روسيت يعني قال ان انسون ماشي انسون شورت سيني كزيفن صافي بارطاجي سيدي شحال تيكير وفاغا سيدي عاود خاطر زعما بليك اتكوف ثم جوفونا سيدي عاود في كل نيضون لا شانيو. المهم داك قريب وقت شافني وكنا سي على تحمو لكن تي حدا يشارفا صوم مسكين شطح الكسفار كونغيرو داك هنا يا خياتي كما قلت لكم راني جبت الشربه باش نديرها تسخن باش نديرها تسخن هذا مكان. ومن بعد هنا يا خياتي راني وليت لي طارتولات تاعي راح ندير لهم شويه من الديكور من الفوق. دركا راح جبت هكا لابوشادوي راح نعمر ولا ندير لاكريم للداخل باش نبدا نزين ولا نديكوري في لي طارتولات. دركا راح تشوفوا الطريقه اللي راح نديرها بسيطه وتانيك شابه. راح نخليكم شويه مع الفيديو وتشوفوا واش ندير كامل ومن بعد نولي لكم. اكيد نعطي حدا يدي كيقيك سد لا كريم مني تات ولا مثلا كي شبحوك لي طارتني اكون تجي شطح على الفيديو دو على عور.
ومن بعد هنا يا خياتي بالنسبه للتزيين راني شديت بنانا وقطعتها دي غوندال، وشديت ثاني كتينا حبات تاع تينا وقطعتها دي غوندال، ومن بعد شاك غوندال قطعته على 4 باش ندير ان بابيون. شوفوا خياتي الطريقه كيما راهي تبان لكم هنايا، هذه الطريقه حطيتها لي يما، يعني يعطي تزيين فور لي طارتولات تاعنا. شوفوا خياتي التزيين اللي راح نديروه، ان شاء الله راح يعجبكم، او تاني تخلوا لا تخليوا لي رايكم في لي كومونتير. وبالنسبه للبنانه خياتي ما على باليش وين نحطها، حطيتها برك هكا ابيبري، وانتم اللي راح تعطوني رايكم في لي كومونتير. لكن اذا نعرف حدا اللي قد فد ثبان انتني فضغطي كل روندل دانت تشيناني فضغط دانت كيف كيف اللي روندل ومكوجة باي مكوجة لروندل امشي خذ ما فضغط صفار معا فضغط صفار معا وكنت خذ ما بابيو ومن بعد دوات وين مثل حصل مشي دفو مشي دفو كل يوم نسي قلنا. وشوفوا خياتي هنايا رانا لحقنا لافان تاع الفيديو، وهذا هو الفطور تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم. الى عجبكم خليوا لي جيم او كومونتير. كي دناتي حذايا تقي تقي على فيديو اقلا عن بضود، ان شاء الله يعجبكم تيدي من سيبوا ساكيني، ما يعجبكم تيد ان مسيدي لي كومونتير لانتي نمتي دوكا ينسيم دي لو سيتي ونمتي دوكلي ايوا كنا يتخممت الكوراج يتخممت الكوراج اكو تدانو لي ريسيت فهمتي. فوالا هي كنت جا على فيديو ان شاء الله، وتسيم تاعك خممتي لايك ابوني تينو يابوني نا بيان سور، اكو دا تاكتيفي لا كلوش وكنا سيدي تصاوبو كو جديد تسيم تاع لا كلوش نتا دي ليسونسييل وكنا كنت تصاوبو كو جديد دين دين اين داري لا فيديو دين دين ديرو دغور كنت هاتي لي طارتيني تاع حدي مشيت فونت ثورا قران سرسد سكسوس يكيج سكسوس يكير سكسوس مونجتو اكوذ شنو هذا اكوذ اكوذ شارفاني اكوذ شطحن تمر اكوذ لحم الحلوني تاتو نمت لحم الحلوني مشي دفا. كما قلت لكم خياتي كما تشوفون انا حطينا شوية من رايب وتانيك وتانيك الشربة وحطينا تانيك الحم الحلو، راح تشوفوه كيفاش خرج في الاخير. هذا ما كان واش دانا اليوم. الى عجبكم خياتي خليوا لي جيم كيما نقول لكم دائما، راح نخليكم باي باي الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه، ارتمي لي ان شاء الله تحلي.